رجعنا لكم مرة تاني وبرنامجنا برنامج بنصبح عليك. ويمكن زي ما انتوا عارفين بيبقى معانا فقرة بيكون معانا فيها ضيف من الضيوف واللي هنتكلم معاه عن حاجة مميزة جدا الحقيقة بتبقى موجودة في كل بيوتنا، وبنبدأ ان احنا نزين بيها بيوتنا، بنشوفها كمان في الاماكن اللي بنخرج مثلا نقعد فيها او نسهر فيها، وهي الخيامية. الخيامية بتستعمل في تزيين البيوت، المطاعم، المقاهي، علامة لحلول الشهر الفضيل. وعشان كده كان لازم يبقى معانا النهارده أستاذ محمود الحريري، فنان خيامي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. محمود الحريري ده اسم شهرة؟ طبعا. مرتبط بالمهنة ولا؟ هو مرتبط بالعيلة أكتر من مرتبط بالمهنة، لأن كانت عيلة والدي كلها بتشتغل في غزل الحرير، فكان بيسمى حريرية يعني. فأخذت اللقب من خلال مهنة والدي ومن خلال لقب والدي كمان يعني. هايل. فن التطريز او فن الخيامية والتطريز على اقمشة القطن السميكة باستخدام الوان زاهية وخطوط بارزة. تمام. يمكن ده التعريف الرسمي لفن الخيامية، ولكن عايزين نعرف من حضرتك اكتر ازاي انتهكت هذا المنوال وازاي دخلت في فن الخيامية، على الرغم من ان كان في يعني مهنة جميلة جدا وهي غزل الحرير. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كلنا مولودين في متحف مفتوح اللي هو القاهره الفاطميه، فكلنا تشبعنا بكل الفنون اللي موجوده حوالينا، سواء في الجوامع، في الاسبله، في الكنائس. فكل الامور دي خلتنا نتوجه لبعض المهن اللي هي ممكن تكون فنيه وفي نفس الوقت بقت وراثه بيئيه. ففي منا اللي ابتدى يخرج فنه من خلال فن الخيميه، في اللي منا اللي ابتدى يخرج فنه من من خلال الصدف، من خلال الارابيسك، كلها كانت فنون مرتبطه بالمنطقه الفاطميه. كويس جدا. الخيميه بتعتبر ديكور مبهج في رمضان، وبتصنع منها بقى حاجات كتيره جدا. كلمنا كده عن فن الخياميه وازاي حضرتك بتبدا ان انت تستخدم او تحول القماش العادي جدا لقطعه فنيه. هو فن الخياميه متعارف عليه معانا احنا كفنانين خياميه ان هو فن نحت القماش على القماش. الخياميه بارتباطها بالقاهره الفاطميه كانت مصدر بهجة للشهر الفضيل وللمناسبات الدينية عامة يعني. فكانت القاهرة الفاطمية مزارات لكل المصريين وكل العرب وكل الأجانب، وخصوصا في الشهر الفضيل دوت. فكانت الخيامية من أحد الفنون اللي ارتبطت بوجدان المصريين على مدار العصور، سواء في مناسباتهم المبهجة، المحزنة، الاجتماعية. فكانت لازم يكون لها رمزية في كل مناسبة من المناسبات ديت. فما كانش في أكرم وأفضل من الشهر الكريم إن إحنا نبتدي نعمل منه زينة رمضان، نبتدي نعمل منه الأشكال والتيمات المعبرة عن الشهر دوت بفن الخيمة. تمام. احنا يمكن شايفين في الديكور بتاعنا برضو جزء من الطبعات او الرسمات اللي بتبقى موجوده في الخيامية، الموتيفات الخيامية. ولكن مع ظهور الطباعه وبقى يبقى في طباعه باشكال الخياميه المعهوده او بالتيمات الخياميه على انواع اقمشه كتيره جدا، ده اثر ازاي على فن الخياميه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان هي الطباعه ظهرت في فن الخياميه كان في 1978 على وجه التحديد، بس ديت كانت رب ضارة نافعة، لأن هي حولت الفنان الخيمي من هو كان بيعمل منتج محلي من خلال السرادقات اللي موجودة في مصر لمنتج عالمي وتصديري، وبدل ما كان ممكن يبقى بيحاكي الشارع المصري ابتدى ان هو يحاكي الديكورات في قلب البيوت. ومع وجود مصر على الخريطة السياحية ابتدى فن الخيمية يبقى فني ديكوري منزلي، واختلطنا بالأجانب وبالجنسيات المختلفة، ابتدينا نطور من ألواننا ونطور من الموتيفات بتاعتنا، والأحجام بقت تصغر، بدل السرادقات الكبيرة ابتدينا نعمل مفارس سراير، ابتدينا نعمل طابلوهات، أكياس مخدات، الفوانيس الى حد ما ديت كانت يعني خاصه بس بشهر رمضان. لكن انا بكلم حضرتك على مدار السنه كلها ان هي ديكور عمومي يعني. فزي ما قلت لحضرتك ان هي ممكن تستخدم في اكتر من استخدام، بجانب
ثراء الخط العربي بأشكاله المختلفة سواء الديواني أو الكوفي أو ما شابه دوت، خلانا إن إحنا نكتب آيات قرآنية، نكتب الـ أي شيء بالخط العربي بقى يدينا دوت نوع من الثراء. ممكن يطلب منك مثلا لوحة باسم معين طبعا مكتوب بالخط الكوفي طبعا، أو وممكن يطلب مني لوحة كآية قرآنية. هو أي أوردر ممكن حضرتك يعني يطلب بفن الخامية ممكن يتعمل له، وخصوصا ان احنا دلوقتي بقينا شغالين مع مصممين عالميين على اساس ان خلاص بقى فن عالمي. تمام. طيب طبيعة الزخارف الموجودة على المفارش والقطع الديكورية زي ما حضرتك كلمت عنها مأخوذة من الفن الخط العربي؟ هو الخامية ليها روافد في التصميم، التصميم الفرعوني، تصميم اللوتس، التصميم الإسلامي والزخرفة الإسلامية، الخط العربي، التصميم البيئي سواء الحارة المصرية أو القرية المصرية، الطيور اللي هو التصميم الطبيعي. فدي الروافد بتاعتنا اللي احنا ممكن نخلق من خلالها التيمات اللي احنا ممكن نشتغل بيها. يمكن حضرتك قلت ان ظهور الخامية وظهور الطباعة أدى لأن انتوا تطوروا. انا شايفة دلوقتي ان في الألوان الطبيعية او انتوا بتستخدموا الألوان الأساسية الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض طبعا كلون أساسي، ولكن بدأ يظهر يعني الخيامية بشكل مختلف يعني طبعاً. بألوان مختلفة، دخل لون الفوشيا واللون الأخضر دخل فيها الألوان المودرن عامة يعني. وبقى فيه بنيات كمان. قدرتوا ازاي تطوروا باستخدام ألوان مختلفة؟ زي ما قلت لحضرتك ان احنا احتكاكنا بالجنسيات المختلفة واحتكاكنا بالأذواق المختلفة ده خلانا ان احنا نتطور معهم بألوانهم. وزي ما قلت لحضرتك ان فن الخامية ابتدى ان هو يكون فن ديكوري، فلازم ان احنا نكون موجودين في الديكور المنزلي يعني، فالديكور المنزلي مش هيحدد بألوان معينة يعني. تمام. طيب عايزين برضو نتكلم عن الإقبال على الشراء، بيبقى أكتر قبل شهر رمضان ولا بيبقى على مدار العام؟ زي ما قلت لحضرتك هو فن الخيامية فني سياحي وفن تصديري، فهو بينشط جدا في الموسم السياحي في مصر يعني. لكن بعد ثورة يناير ابتدت بعض الصفحات السوشيال ميديا تعرف في الجمهور المصري والجمهور العربي على فن الخيامية، وابتدى يبقى موجود على مدار العام. تمام. الشغل الخيامية انا يعني على ما اذكر يعني مره نزلت برضو وتعاملت بنفسي وشفت الخيامية بتتشغل ازاي، هي بتاخد وقت طويل جدا يعني طبعا. بتاخد دقه لان انت بتقصقص القماش على الرسمه اللي انت بتبقى راسمها بالوان مختلفه، وتناسق الالوان يعني تناسق الالوان ده بياخد وقت، اشتغالك بالخيط الدقيق جدا والثنايه اللي بتتعمل واللفات اللي بتبقى في الرسمه، هي مش بالشكل كمان مش بالشكل البسيط يعني او مش طبعا. الحاجة البسيطة طبعا. القطعة ممكن تاخد من حضرتك قد ايه؟ اقل لوحة ممكن تبقى 3 ايام، وممكن لوحة تقعد معايا سنة يعني اكتر يعني على حسب الحجم التصميم والتفاصيل اللي فيها يعني. يعني اسهل حاجات واصعب حاجات بتكون عاملة ازاي؟ لا انا عايز اقول لحضرتك ان الفنان بقدر حرفيته هو اللي بيسهل عليه الموتيفة، وفي نفس الوقت ممكن يصعبها على عين العميل، فدي بيبقى مصدر إعجازه هو أو مصدر إن فنه أو إتقانه لفنه يعني. لكن طالما تمكن من أدواته فكل شيء بيبقى سهل بالنسبة له يعني. تمام. طيب استخدام الخيمة بيكون في إيه وإيه يعني غير المظاهر الرمضانية؟ زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون أكياس مخدات، ممكن يكون مفارس سراير، ممكن يكون ستاير، ممكن يكون طبلوهات، ممكن يكون بعض الموتيفات على الملابس، شنط بات ليها اكتر من استخدام يومي يعني. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا وهي ان انتوا يعني بتسموا المهنه الخياميه او فن الخياميه ان هو تشكيل القماش على القماش او نحت القماش على القماش. هل ده بنشوفه مثلا في كسوه الكعبه؟ انا عايز اقول لحضرتك هو كسوه الكعبه كان الظاهر بيبرس عمل لها بيت اسمه بيت الكسوه في الجماليه، لكن صناع الخياميه وفنانين الخياميه هم اللي كانوا بيصنعوه في بيت الكسوه. فلان المصري احترف فن الإبرة، وسيدنا إدريس أبو الصناعات أول من مسك إبرة وكان موجود في مصر، ف
تشكيل القماش بالإبرة وبالخيوط، فده فن مصري بحت يعني. فدوت خلانا ان احنا نبقى مميزين في الوطن العربي، وما فيش اكرم واعز من كسوة الكعب ان احنا يكون لنا شرف ان احنا نعملها. اكيد طبعا. الاوردرات اللي بتطلب من حضرتك يعني مثلا بيبقى اكبر الاوردرات ممكن يبقى المكان عامل ازاي؟ يعني اكيد مش بيوت، البيوت بتبقى اوردراتهم بسيطة، لكن الاوردرات الكبيره بتبقى ممكن يكون حضرتك الاوردر للبيت معقد شويه، لان بيبقوا مهندسين ديكور بيبقوا ليهم افكار معينه بيبقوا بتعمل، لكن ممكن تبقى اوتيلات، ممكن تبقى قاعات احتفالات، ممكن تكون بنعمل معارض خارجيه لازم نكون لينا تواجد فيها. ف الخيامية فن سهل تطويعه لاي مقاس واي حجم واي طريقه يعني. تمام. طيب عايزين نتكلم اكتر عن يعني اهم الالوان اللي حضرتك بتحب تشتغل بيها، الالوان المودرن والالوان اللي هي المتعارف عليها التقليديه. انا عايز اقول لحضرتك هو التصميم هو اللي بيفرض عليا طبيعه اللون. يعني الزغرفه الاسلاميه او التصميمات الاسلاميه ديت الى حد ما بتكون الوانها هارموني شويه وما بتاخدش اكتر من 3 الوان، لكن الالوان البيئيه والالوان والموتيفات البيئيه او الموتيفات الطبيعيه دي بتبقى محتاجه كم كبير جدا من الالوان، زي الطيور مثلا، زي الحاره المصريه. فكل دوت هو اللي بيفرض عليا اللون. الموتيفات الفرعونيه مثلا ديت زي ما موجوده على في المعبد لازم انقلها على اللوحه بتاعتي، فبرضه بتحكم في كل الالوان ديت. فاللون بالنسبة لي أداة، لكن ممكن أستخدم في اللوحة الواحدة ما يقرب من 30-40 لون يعني. تمام. الديكوباج أو الكولاج ممكن يبقى فن منبثق من فن الخيامية؟ لا، الخيامية فن مستقل بذاته، أدواته الإبرة والمقص، فيعني هم دولت والقماش هم دولت كل أدواته. أي استحداثات عليه بيبقى نوع من التجربة الوقتية مش أكتر يعني. بيبقى يعني بتبقى حاجات هو فن طبعا من الفنون الجميله بس باستخدام الورق بالظبط، لكن لان خامتنا خامه قماش، فصعب ان احنا احيانا ممكن نطعم بيه يعني، بس بيبقى برضو لحاله وقتيه، لوقت مثلا لمعرض معين او مناسبه معينه، لان هيبقى عمره قليل بالنسبه للقماش يعني. طيب عايز اسال برضو حضرتك على حاجه، هي فكره ان احنا عمل الخياميه ممكن نستخدم اي نوع من انواع القماش، ولا بما ان انتوا كنتوا بتستخدموا الحرير هل ممكن ان احنا نعمل خيميه على اي نوع من انواع القماش، ولا لازم انواع معينه؟ كل انواع القماش يمكن ذكرتها لحضرتك في البدايه ان احنا ممكن نعمله على الملابس، هي الفكره بس ما يكونش فيها النوع القماش المطاط يعني، هو بس الدوت اللي ممكن بيبقى صعب في التعامل معاه يعني. بس لكن كل انواع القماش الستان صعبه برضه. نعم. الستان الستان يعني ليه حرفية خاصة في التعامل معها، لكن بنتعامل معها. إيه هي الحرفية الخاصة؟ يعني بيكون محتاج إبرة صح، محتاج الفنان اللي هو شغال فيه يكون متمكن من أدواته، لأن الستان من الأقمشة اللي بتنسل بسرعة. فلازم يكون التعامل معها يعني بحرص. يعني إيه إبرة شوي. صح؟ الإبرة الصح يعني زي ما قلت لحضرتك كده، إني أشبه مثلا بعزف البيانو، لازم تكون صوابعه مرنة جدا، لازم يكون حساس، فهو الإبرة دي صديقة ليه، ونوع من الأدوات لو أنا استخدمتها بطريقة خطأ فيعني هي بتعاقبني وممكن تطلع الشغل بتاعي كله بايظ يعني. فلازم أكون أنا في علاقة ما بيني وبين بتنتش مثلا أو كنت يعني، هو مش عايز أقول كده، لكن هو عايز أقول كتير من الناس يعتقدوا ان الادوات بتاعتنا ادوات صامته او جامده، لكن هي ادوات فيها حياه بالنسبه لنا احنا يعني، فبيبقى في نوع من التالف ما بيني وما بين ابرتي يعني. انا لو غيرت الابره لازم احس بنوع من ال يا سلام يعني طبعا. ممكن الابره لو انت غيرتها لا، دي الابره دي صاحبتي، دي بتغير عليا، ولو غلطت شويه مثلا تروح مفكراني بنفسها وتشكني لو سرحت طبعا. لا، دي صوت المقص ده الصبح يعني نبض، و بحس ان اليوم خلاص ابتدى اول لما اسمع صوت المقص يعني. لا يعني في علاقه ما بينه وما بين الشغل. يعني الابره بتبقى ابره واحده بس؟ طبعا هي ابره، بس ابره من نوع خاص يعني، هي ابره ديت ابره بتيجي مستورده، لازم يكون السمك بتاعها كله مستريه واحده. بس اللي انا اعرفه ان في ابره للخرز
في ابره للمكن وفي ابره العاديه اللي احنا بنستخدمها عاديه بقى باحجامها واطوالها المختلفه. هي ابره نمره 7 انجليزيه او فرنسيه. لازم يكون الثقب بتاعها من نفس جسم الابره، بتكون من الصلب المطوع اللي هي ممكن تتني، يعني تنيتها دي بتدي انذار ان هي خلاص عمرها الافتراضي قرب ينتهي، لكن الابرة العادية ممكن تكسر في لحظة، ممكن تصيب يعني تعمل اصابة يعني. فالابرة بتاعتنا يعني لازم في اي سفرية ممكن بسافرها اول حاجة بحرص عليها ان انا اجيب ابرة معايا يعني. والخامة بتاعتها اللي يعني ان هي تبقى مرنة دي بتساعد في الشغل؟ الصلب المطوع طبعا. من الصلب المطوع، مش مرنة لدرجة ان هي ممكن تبقى يعني لينة، لا يعني يعني هي بتدي انذار بس ان عمرها الافتراضي ابتدى ينتهي، فدوت نوع يعني جيد من المعادن يعني في بالنسبة للإبر. تمام. ايه اللي حضرتك شايفه يعني في نهاية حلقتنا النهاردة ان انت ممكن تضيفه لفن الخيامية في الفترة المقبلة؟ فن الخيامية فن مصري، فن تراثي بيعبر عن البيئة اللي احنا نشأنا فيها اللي هي الفاطمية. أتمنى أن هي كلها مكان أكبر من كده، لأن مصر فيها كم من الفنون التراثية اللي ممكن تبقى بترول جديد أو قناة سويس جديدة. كل الفنون التراثية دي فنون بيقبل عليها الأجانب وبتبقى مصدر للعملة الصعبة يعني. أنا بشكر حضرتك جدا جدا أستاذ محمود الحريري فنان الخيامية، بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا النهاردة. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين بخير إن شاء الله. حضرتك طيب. بشكر كمان مشاهدينا اللي تابعونا النهاردة في حلقتنا من برنامجنا برنامج بنصبح عليك، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة.